السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم كل متابعين قناة وعد الخير. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد وشرح جديد، إزاي ننزل فيديوهات ما عليهاش حقوق طبع ونشر من على اليوتيوب. كلنا طبعا بننزل فيديوهات من على اليوتيوب وبعدين بنلاقي إن الفيديو عليه حقوق طبع ونشر. طيب إزاي أنا أقدر أعرف الفيديوهات اللي ما عليهاش حقوق طبع ونشر؟ يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أول حاجة هنعملها هندخل على قناتنا من على جوجل، هنعمل طبعا العرض بإصدار سطح المكتب، وهنكتب هنا في البحث اسم القناة. أول ما تكتب اسم قناتك في البحث هيظهر هنا القناة، اهي عليها علامة زرقاء بنفس اسم قناتك، بتضغط عليها هتدخلك على اليوتيوب مباشرة. هتدخل هنا في البحث هتكتب اسم الفيديو اللي انت عايزه، سواء كان أغاني أو قرآن أو أفلام أو أي شيء. بعدين مثلا أنا عايز قرآن بدون حقوق طبع ونشر، بضغط هنا بيظهر لي هنا قرآن وفيديوهات للقرآن وكل شيء. طيب بعمل ايه أعرف ازاي الفيديو اللي معلهوش حقوق طبع ونشر؟ هنا في فوق هنا جنب على اليسار فوق خالص في ثلاث شرط كده تحت بعض جنب علامة المايك، بضغط عليهم بتظهر معايا القائمة دي. لما تظهر معايا القائمة دي بختار منها كلمة ترخيص، بختار كلمة ترخيص، بضغط على كلمة ترخيص بتكون عليها علامة باللون الأزرق كده، وبضغط تحت خالص على كلمة تطبيق. بعد ما بكتب هنا بضغط على كلمة تطبيق، هنا أنا أشوف الفيديوهات ظهرت في التطبيق معايا الفيديوهات اللي ما عليهاش حقوق طبع ونشر. طيب برضو أتأكد إزاي إن الفيديو ما عليهوش حقوق طبع ونشر؟ بضغط على الفيديو بفتح الفيديو، وبعد طبعا ما يفتح معايا الفيديو هنا بضغط هنا تحت الفيديو على اليسار هنا فوق سهم كده زي السبعة كده لفوق، بضغط عليه وهنا بشوف بنزل تحت خالص وبشوف هنا اهو تحت خالص حضراتكم زي ما انتم شايفين مكتوب يسمح بإعادة الاستخدام. يسمح بإعادة الاستخدام معناها انت لو خدت الفيديو ده علشان تنزله على قناتك الفيديو ده مش هيجي عليه حقوق طبع ونشر، وزي كده الأغاني وزي كده الأفلام وزي كده المسلسلات وزي أي كده أي حاجة أنت عايز تنزلها، إذا مكتوب تحت يسمح بإعادة الاستخدام معناها مسموح باستخدامه مرة تانية. طيب إزاي هننزل الفيديو على التليفون؟ أنا دلوقتي عرفت إن الفيديو معلهوش حقوق طبع ونشر، إزاي بنزله على التليفون؟ طيب برجع خطوة ورا كده وبضغط على كلمة مشاركة اللي جنب الفيديو اللي هي دي كلمة مشاركة، وبعد ما بضغط عليها بعمل نسخ للرابط، بنسخ رابط الفيديو. أنا كده خلاص عملت نسخ لرابط الفيديو. برجع تاني على جوجل، برجع تاني على جوجل وبحط الرابط اللي أنا نسخته، لو في أي حاجة مكتوبة في البحث فوق بمسحها، بحط الرابط اللي أنا مسحته بعمل له لصق زي كده زي ما أنتوا شايفين أهو في السيرش فوق بلصق الرابط. بعد ما أنا بلصق الرابط بعمل إيه كمان؟ أنا لصقت الرابط بتاع الفيديو، بعد ما بلصق الرابط أهو بتلصقه بالطريقة دي، ثانية واحدة بس، بعد ما بلصق الرابط فوق بعمل ايه؟ باجي هنا عند كلمة يوتيوب، باجي هنا عند كلمة، طبعا يا جماعة بتأكد ان العرض بإصدار سطح المكتب، معلش انا اسف ما قلتلكمش على دي، بتأكد ان التليفون معمول على عرض بإصدار سطح المكتب. بضغط اهو زي ما انتم شايفين بضغط على الثلاث نقط اللي على الشمال فوق وبشوف هنا العرض بإصدار تحت سطح المكتب ولا لا. وبعدين هنا بروح للرابط اللي انا لصقته وبضغط عليه
بضغط على الرابط اللي انا لصقته، وبعدين هنا بضغط على علامة القلم، علامة القلم اهي، بضغط عليها وبعدين الرابط زي ما انتم شايفين اهو. بعمل ايه يا جماعة؟ ركزوا معايا في المعلومة دي عشان مهمة جدا. الرابط انا لصقته فوق زي ما انتم شايفين، ده كل رابط الفيديو. بعمل ايه؟ في كلام كتير مكتوب، باجي قبل كلمة يوتيوب في كلمة www اهو يوتيوب كوم، بضغط قبل كلمة يوتيوب، قبل اول كلمة من اليوتيوب في قبلها نقطة، بعد النقطة دي بتبدأ كلمة يوتيوب. بآجي أنا بين النقطة دي وبين كلمة يوتيوب وبحط حرف الاس مرتين، بضغط على حرف الاس مرتين. ركزوا معايا يا جماعة في الحتة دي، في كلام كتير مكتوب، الرابط كله مكتوب، باجي بين النقطة وبين كلمة يوتيوب وبحط حرف الاس مرتين، وبعد كده بعمل بحث، بضغط على الذهاب تحت، بيحمل، انتظر لما يحمل. حلو كده يا جماعة، حمل معايا الفيديو زي ما انتوا شايفين اهو. حلو كده، انا دلوقتي ظهرت معايا اهو مستطيل باللون الاخضر. حلو كده، ظهر معايا مستطيل باللون الاخضر وجنب منه كلمة تحميل وداخل منه الرابط اللي انا نسخته وان انا عملت بيه بحث، فتحت معاي الشاشة بالشكل ده. بعمل ايه؟ بضغط على كلمة تحميل، بضغط على كلمة تحميل اهو، بضغط عليها مرة، بيظهر معايا الفيديو اهو زي ما انتم شايفين، صورة البقرة بأجمل الأصوات، وجنبي منها تاني كلمة تحميل، برضو بضغط على كلمة تحميل مرة تانية. حلو كده، هيحمل معايا الفيديو يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهو، بيحمل، ثواني الفيديو يحمل. بعد ما بيحمل معاك الفيديو بالطريقة دي، هنا في ثلاث نقط، ثلاث نقط يا جماعة على اليمين، ثلاث نقط على اليمين في اسفل الفيديو اهم، ثانية واحدة هوريهم لكم. طبعا لو انت مش شايفهم عشان الشاشة متصغرة، ممكن اكبرها شوية، انا كبرتها شوية، يا رب كده تكونوا شايفين. في ثلاث نقط على يمين الفيديو تحت خالص، اقصى يمين الفيديو تحت ثلاث نقط، بضغط عليهم وبيقول لي تنزيل، وجايب لي كلمة تنزيل وسهم، اتجاه السهم ناحية الاسفل، بضغط على السهم ده كده، بيقول لي اهو هل تريد تنزيل، اهو بيقول لي هل تريد تنزيل الفيديو، بضغط على كلمة تنزيل، وبعد ما بضغط على كلمة تنزيل بيبدأ تنزيل الفيديو، وبعدين بروح أشوف الفيديو هل هو موجود عندي في المعرض ولا لا. هتلاقي الفيديو عندك هنا في الفيديوهات اللي انت نزلتهم في المعرض على التليفون بتاعك. يا رب يكون الشرح سهل وبسيط، ويكونوا عرفنا ازاي نعرف الفيديوهات اللي ما عليهاش حقوق طبع ونشر، وازاي ننزل الفيديو على التليفون. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.